متتبعي الكرام، إليكم حصيلة الحصيلة الوبائية بمدينة سازة. أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و87 حالة شفاء بالمملكة وثلاث وفيات إضافية خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة المصلحة للأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 12533 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8920 حالة بنسبة تعافي تبلغ 71%، وحالة الوفاة إلى 228 بمعدل بلغ 1.8%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية تخصصوا السلطات المغربية كل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، أعيد عليكم الحصيلة. أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و87 حالة شفاء بالمملكة وثلاث وفيات إضافية خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 12533 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8920 حالة بنسبة تعافي تبلغ 71%، وحالة الوفيات إلى 228 بمعدل 1.8%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد السلامة النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذ السلطات المغربية وكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شوف تي في، كنتم مع الحصيلة المسائية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.